الله يصبحكم بالخير. هل زيت الزيتون فعلا يحمي من أمراض القلب التاجية وأمراض الأوعية الدموية زي الجلطات؟ الجواب باختصار، أجريت دراسة على مدى 24 سنة من عام 1990 إلى عام 2014 على 61,181 شخص رجال ونساء، قسموا إلى مجموعتين. مجموعة يعطون أو يستهلكون زيت الزيتون بأكثر من نص ملعقة كبيرة يوميا، ملعقة الطعام اللي نأكل بها الرز، نصف أكثر من نصف ملعقة يوميا، وترى المعلومية هذه الكمية الموصى بها يوميا أنك تتعداها، لازم تتعداها. طيب، والمجموعة الأخرى التي لا تتناول زيت الزيتون أو تتناوله بشكل نادر، يعني وجدوا بأن المجموعة اللي تناولت زيت الزيتون ينخفض عندها وانخفض عندها أمراض الأوعية الدموية بنسبة 14%، وانخفض عندهم أمراض الشرايين التاجية اللي هي على القلب، شرايين اللي تغذي القلب نفسه، بنسبة 18%. طبعاً أمراض الأوعية الدموية اللي انخفضت نسبة 18% زي الجلطة، منها الجلطات الدماغية. أضف إلى ذلك، وجدوا بأن الأشخاص الذين استبدلوا الزيوت الضارة والمايونيز والزبدة وإلى آخره بزيت الزيتون انخفضت لديهم هذه الأمراض بنسبة تصل إلى 7%. شيء رائع جدا، وهذه نزلتها مين؟ جمعية القلب الأمريكية، واستندت عليها ووضعت بأن هذا الزيت وفعلا يدعم صحة القلب، بل وجدوا وقالوا عنها أنه ينزل الضغط، وهو مضاد أكسدة ومضاد التهابات، والالتهاب هو عرق كل مرض. زيت الزيتون يجب في وجهة نظري أن يكون من ضمن غذائك اليومي، وأن تتعدى نصف ملعقة كبيرة. يعني إذا وصلت ملعقة كبيرة رائع جدا، على الريق مع الطعام اللي ودك. وزيت الزيتون سره في أنه يحتوي، بل إنه أعلى الزيوت احتواء على الدهون الأحادية الغير مشبعة، يسمونها مونو أنساتوريتد. ليش؟ إيش فايدتها؟ هذه وظيفتها أنها تنزل الكوليسترول الضار اللي يقفل الأوعية الدموية، وترفع الكوليسترول النافع اللي ينظف الأوعية الدموية ويدي دهونها في الكبد وتطلع معها الصفراء. لذلك زيت الزيتون رائع جدا، احرص عليه طبعا أن يكون أصلي. يعني صلى الله يوفقنا وياكم. سلام.